تخيل ان ابنك يموت وتدفنه وبعد شهر تلاقيه داخل عليك البيت. اللي في الصورة ده اسمه محمد عادل من المنوفية، وهو بطل حكايتنا النهاردة 2023، وتحديدا من يومين في محافظة المنوفية. شاب اسمه محمد عادل، تحديدا من مركز أشمون، توفى وأهله دفنوه وأخدوا عزاء، وبعد شهر من دفنه أهله بيتفاجئوا أنه داخل عليهم تاني. الحكاية بدأت من 3 شهور لما الحاج علي مراد عم الشاب محمد عادل كان نازل من بيته الصبح علشان يروح لشغله. وهو نازل لقى جدة محمد عمالة تعيط، ولما راح لها قالت له الحق ابن أخوك محمد مختفي بقاله 3 أيام ومجاش البيت. الحاج علي قال لها ازاي يعني هو ما قالش هو رايح فين؟ ردت عليه وقالت له معرفش، هو من 3 ايام شفته نازل بشنطة هدومه وقال لي انه هينزل يدور على شغل، ومن ساعتها ما رجعش. فسألها الحاج علي مراد طب يا حاجة ما قالش الشغل ده فين؟ قالت له معرفش، ووالدته عمالة تعيط وبتدور عليه، وابوه اصلا شغال في الجبل. الحاج علي بقى يدور عليه، وكل ما كان بيسأل عليه حد كان بيقول له ان احنا شفنا محمد في كوبري او في مكان معين، مرة في كوبري بسوس، واللي يقول له مرة شفناه في محطة القطر بتاعة أشمون، واللي يقول له احنا شفناه بيمسح عربيات في القناطر، وحكايات كتير من القصة دي. فهنا الحاج علي لما فضل يسأل ومش لاقي محمد ابن اخوه فنزل صورته ونزل معلومات عنه على الفيسبوك علشان لو حد لقاه يتصل عليه او يقول له على الاقل محمد فين. وفعلا بعد يومين حد اتصل عليه من منطقة قريبة من القرية اللي عايش فيها اهل محمد، وقال له انا شفت صورة لمحمد ابن اخوك مع ناس في الجيزة وكان بيقول ان هو عايز يروح. الحاج علي قال له طب انا عايز اشوف الصورة، وفعلا شافها وكان هو ابن اخوه محمد. بس الحقيقة ان محمد خاف وجري منهم وركب القطر لما شاف الناس عمالة تصوره وبتنزل صوره على الفيسبوك، فهرب منهم وركب القطر ومحدش عارف راح على فين. تاني يوم على طول نفس الشخص اتصل على الحاج علي وقال له ابنك منشور له بوست على الفيسبوك بيقول انه موجود في مستشفى اسمها مستشفى مباركة اللي في القناطر، وانه مصاب في حادث قطر وفي العناية المركزة وحالته خطيرة جدا. الحاج علي علشان يتأكد قال للراجل هات صورة ليه علشان اشوفها وتأكد. شاف الصورة وتأكد ان هي دي صورة ابن اخوه محمد، وبعدها اخد والدته والعيلة وراحوا على المستشفى ووصلوا وشافوا الحالة، وفعلا طلع هو محمد، كانت اصابته خطيرة جدا وكان بقاله 5 أيام في المستشفى. كل العيلة شافته وتأكدوا ان هو ده محمد. وبيقول الحاج علي في مداخلة مع عمرو أديب ان هو لما شافه ووالدته شافته واخته شافته وكل عمامه وقرايبه اتأكدوا ان هو ده محمد ابنهم. وبيقول كمان ان ابن اخويا محمد كان عنده جرح ما بين عينيه، وان هم شافوا الجرح ده وكان عنده جرح تاني في صوابعه الاثنين، ونفس الجرح ده موجود بالظبط، وعلشان كده هم اتأكدوا ان الشخص اللي في المستشفى ده هو محمد وتعاملوا على الاساس ده، وفضلوا يرعوه لمدة 5 أيام كل يوم زيارات وناس بيتوا معاه، وكانوا بيشوفوا الدكاترة وبيعملوا التحاليل المطلوبة وكانوا بينزلوا يجيبوا له العلاج، لحد ما توفى يوم الجمعة 14 أكتوبر. خد الولد للمنوفية وعملوا تصريح الدفن في القسم أوسيم واتدفن واتعمل له العزاء لثلاث أيام، وخلاص الولد مات والكل كان زعلان لحد أول امبارح. وبعد شهر بالظبط من موت محمد ابن أخوه اتفاجئ بأخوه الصغير جاي بيجري عليه بيقول له إن محمد جاي ورايا وإنه رجع تاني. الحاج علي بيقول إنه لما سمع الولد بيقول كده افتكر الولد بيتريق عليه أو بيخوفه، الولد سابه ودخل البيت جوه وقعد يقول بصوت عالي وبيقول إن محمد جاي وإنه رجع تاني وإنه ما ماتش. فراح عمه راح له وقال له بطل الكلام ده ما تفضحناش في البلد، الناس هيقولوا علينا إن احنا اتجننا. فجأة تلاقي عربية داخلة ناحية البيت وبتقف وست شباب نازلين ومعاهم محمد ابن أخوه وكان ماسك في إيده كيس أسود، حرفيا أعصابه ثابت وافتكر إن الشنطة دي فيها الكفن وإن اللي داخل عليه ده عفريت محمد وإن الست شباب دول مجرد عفريت، ومن كتر الرعب كان هيجري. الدنيا اتقلبت في البلد والجيران اتلمت والأهالي بيقولوا إن محمد طلع من التراب، محمد رجع من الموت، محمد نفسه اتفزع واتخض من لمة الناس حواليه وكان هيجري منهم. بس لما استوعب الموقف بدأ عمه يسأله إنه كان فين، قال له إنه كان شغال في المكان ده واداله ورقة مكتوب فيها اسم واحد ورقمه، اتصل بيه وأكد له إن ابن أخوه محمد عادل كان شغال عنده وبقاله شهر شغال لكنه طلب إنه يرجع لبلده. وبقت العيلة في حالة صدمة ومش فاهمين طب أمال مين ده اللي احنا دفناه، وطالما ابننا حي مين اللي فضلنا معاه في المستشفى 5 أيام ونراعيه، لأنهم متأكدين
متأكدين ان الشخص اللي كان في المستشفى ده هو محمد عادل ابن اخوه بنفس تفاصيل وشه وعلامات معينة في جسمه، وفضلوا معاه لحد ما فعلا دفنوه. لكن الراجل اتأكد ان اكيد الشاب ده اللي كان في المستشفى اللي كانوا فاكرينه محمد عادل ده انسان كويس وصالح، لان مفيش حد كان يعرفه اصلا، ولولا العيلة دي اللي وقفت جنبه ما كانش في حد اصلا هيهتم بيه ولا حتى يرعاه او يسأل عليه. اكيد ربنا بيحبه علشان يسخر له العيلة دي ترعيه قبل ما يموت. دي واحدة من اغرب الحكايات اللي ممكن تسمعها. لكن يفضل هنا السؤال، هو مين اللي اتدفن اصلا، ومين اللي فضلوا يرعوه في المستشفى لخمس ايام، وازاي بجد العيلة كلها اتجمعت حواليه وكان كلهم بيأكدوا ان اللي قاعد في العناية المركزة هو ده محمد عادل ابن اخوهم، وان اللي مات ده هو، وان اللي اتدفن برضه هو. ولحد اللحظة دي محمد عادل نفسه مش مستوعب هو ايه اللي حصل بالظبط. سلام عليكم.